أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي خصص للنظر في ملف إنتاج الفوسفات، وتم خلال هذا الاجتماع استعراض جملة من الحلول التي من شأنها أن تعيد إنتاج الفوسفات إلى المستويات التي كان عليها بل وأكثر من ذلك. كما تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد مطولا إلى الحلول التي يجب اتخاذها، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذا القطاع الحيوي. كما تعرض الاجتماع إلى مسألة نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية وإلى الفساد الذي عرفته صفقة شراء العربات التي قيل بعد أن تم اقتنائها أنها لا يمكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد: لا بد من مواجهة هذه الأوضاع بحلول جذرية، ولا يمكن أن يتواصل هذا الوضع على ما هو عليه منذ أكثر من 10 سنوات. بالإمكان استخراج 10 ملايين طن من الفوسفات في العام الواحد بعد أن كان سابقا حوالي 8.9 مليون طن، لكن بإمكاننا استخراج أكثر، خاصة وأنه توجد العديد من المناجم الأخرى التي يمكن استغلالها وتصبح مصدر لانتعاش الاقتصاد التونسي دون اللجوء إلى الاقتراض من الخارج. ولا بد أن يتحمل كل مسؤول عن إنتاج الفوسفات ونقله مسؤولية كاملة في سنة 2019 عندما عطل إنتاج الفوسفات حينها. وتطرق الاجتماع أيضا إلى موضوع تحويل مادة الفوسفوجين واستغلالها وفق ما أثبتته دراسات، فضلا عن مسألة مغاسل الفوسفات وضرورة اللجوء إلى مد أنبوب إلى الحوض المنجمي بعد تحلية مياه البحر. كما تم التعرض إلى ملف البستنة والتأكيد على أنه من الأحرى تمكين الشباب من الموارد والإمكانيات التي تساعد على أن يكونوا مصدرا للثروة. وحيى رئيس الجمهورية بالمناسبة أهالي قفصة وذكر بنضالاتهم الطويلة وخاصة منها تلك سنة 2008.